السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس بيسألني عن العرب في بيلاروسيا. في هذا الفيديو قررت أن أخذ مقابلة مع الشباب الموجودين في بيلاروسيا وخاصة الطلاب، لأنه علاقتي أكثر مع الطلاب، لأنه إحنا منجيبهم نتواصل معهم أكثر. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نأخذ عدة مقابلات مع الطلاب العرب الموجودين في بيلاروسيا ونسألهم الأسئلة اللي كثير بتسألوني إياها، إنه هل بيلاروسيا دولة أمان؟ كم الأسعار في بيلاروسيا؟ كم المعيشة؟ وشو هي إيجابيات وسلبيات بيلاروسيا أو انطباعهم عن بيلاروسيا؟ فخليكم معي لنشوف مقابلات الشباب الحلوين. لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات، واللي هيجي تبع الدكتور ليه ايفون هديه ان شاء الله مش هياخده. تعامل الجامعه محترم. محمد الزمر الحبيب والغالي معنا في بيلاروسيا في فيتبسك، تعرفت عليه قبل فتره بظرف طارئ، فالان هو راح يحكي لنا رايه عن بيلاروسيا وعن فيتبسك بشكل عام بعد ما اجى على بيلاروسيا، صار له تقريبا هنا سنه. محمد الحبيب والغالي، شو رايك ببيلاروسيا بشكل عام بعد سنه من وجودك فيها؟ بيلاروسيا بلده جميله، طبيعه خلابه، ناس هادئين محترمين، محترمين النظام، محترمين الاجانب بشكل عام. السؤال اللي هو ايه رايك في بيلاروسيا؟ بيلاروسيا يعني بصراحة من الدول اللي أكثر أمانا، أحسن من روسيا طبعا، من الناس اللي بتفكر إذا كانت عايز تروح روسيا أو لا. ثانيا يعني أي نعم الناس هنا كويسين جدا وطيبين، أي نعم شوية انطوائيين وزي كده يعني حالهم حال نفسهم، بس اللي هم طيبين وإذا احتجت مساعدة ولا أي حاجة بيساعدوك. هذا حبيبنا أحمد الفلسطيني، جانا من السعودية، من أفضل الشباب الموجودين هنا. اليوم مدحتك كم مرة عشان نزبط وضعك؟ والله المدح كله للدكتور صراحة، يعني والله بتعامل معك كأنك معاملة أب لابنه، يعني صراحة أكثر من هي معاملة، يعني كبرني. لا والله يعني أكثر من معاملة يعني كخدمة، خدمني أخدمك. لا والله يعني ما شاء الله في أشياء خارج الخدمات، يعني ما شاء الله فزعات وأشياء يعني صراحة يشكر عليها، يعني بتحس حالك كأنك تتعامل مع أخوك الكبير يعني بعد صغرك شوية. شكرا. سؤالي، أنت متى جيت على بيلاروسيا؟ والله تحديدا جيت ب 2019 شهر 9 يوم 28 على اخر شهر 9 بدايه شهر 10 اكتوبر تقريبا اجت. انت كنت بالسودان والان في بيلاروسيا؟ انا رحت. الفرق بين السودان وبيلاروسيا؟ رحت انا السودان على اساس دراسه، بس صارت في مشاكل في البلد هناك ومظاهرات ومظاهرات، صراحه البلد هناك يعني تعبانه، يعني كمعيشة يعني صراحة منخفضة، وكاقتصاد والسكان هناك يعني طبقة فقيرة يعني ومنخفضة أكثر كمان، يعني صعب المعيشة هناك يعني صراحة. بمقارنة مع بيلاروس صراحة يعني من جهة التكاليف الدراسية نفس التكاليف، يعني تقريبا السنة تكلف في السودان 4000 دولار وفوق، وهنا نفس الشيء يعني، وفرق كبير بالمعيشة. يعني عندك هنا يعني صراحة المعيشة أفضل، أرقى، يعني تحس نفسك في بلاد يعني تشجع للدراسة وتشجع من ناحية الأجواء، من ناحية المدينة الناس طيبة يعني تساعدك وزي كذا، وين ما رحت وآمنة صراحة، يعني تعطيك الأمان أنك تدرس، ما في لا سرقات لا جرائم، لا لا لا، هذه صراحة ما هي موجودة، أمن وأمان يعني الحمد لله. هذا معنا محمد السوري أخونا المحترم جدا، متعرف على الشباب اللي جبناهم هنا، فحبينا نأخذ رأيه بشكل عام في بيلاروسيا. هو جاء تقريبا كمان قبل بسنة، رح نسأله كمان سؤال ونشوف شو رأيه بشكل عام في بيلاروسيا. محمد حبيبي أهلا وسهلا فيك. بالنسبة لك أنت جيت تقريبا قبل بسنة مع الشباب، شو شايف بيلاروسيا بشكل عام؟ هل هي بلد أمان مش أمان؟ يعني أنت شو رأيك بشكل مختصر جدا؟ صراحة بيلاروس بلد جميلة مرة وهادية، والأمان فيها نسبة عالية، الواحد يحب البلد أول ما يجي. محمد حبيبي، أنت صار لك سنة تقريبا في بيلاروسيا صح؟ صح. شو رأيك بشكل عام في بيلاروسيا؟ والله بلد جميلة جدا، والأجواء هنا أجواء أوروبا وحلوة، والجو جميل جدا،
ومعيشة تساعد على كل حاجة، راحة نفسية لا متناهية يعني، وكل حاجة حلوة هنا الحمد لله يعني. عبد العزيز عبد الله من اليمن، جيت على بيلاروس مقيم هنا تقريبا خمس سنوات، درست في جامعة مشيربة الحكومية، جامعة فيتبسك الحكومية مشيربة، قسم تخصص برمجيات، يعني مهندس هندسة برمجيات. تجربتي كانت جيدة جدا، كان عندي قلق بسيط من الجامعة، كيف بنتفاهم مع بعض، هل اللغة الإنجليزية عندهم جيدة، المناهج صعبة، التعامل صعب، فالحمد لله كل شيء جيد، فكل شيء كان عكس توقعاتي، كل شيء جيد، تعامل الجامعة محترم، تعامل الجامعة تعاملهم طيب محترم، موفرين لك الراحة وكل سبل الراحة. طيب بدي أسألك أنا الآن، بالنسبة للطالب في بيلاروسيا في فيتبسك بشكل عام، كم تقريبا بكلفه مصروف؟ يعني بعض الشباب حكوا من 150 ل 250، في ناس من 250 ل 350 حسب السكن جامعي أو سكن خارجي. أنت شو رأيك، أنت بوجهة نظرك أنت الشخصية، كم بيلزم للطالب إذا هو بده يسكن بسكن جامعي، كم بكلفه اللي هو المصروف؟ أولا حسب تجربتي حسب معيشتي هنا لمدة سنة، يعني يفرق من طالب لطالب، كله على حسب كيفية عيش الطالب، لذلك تقريبا 250 الى 200 الى 300 كله على حسب الطالب. لا هي المعيشة هنا في حدود متوسطة، يعني اكثر حاجة من 150 ل 200 دولار هنا مثلا في مدينة فيتبسك، في مدن تانية في ارخص، في ازيد، في العاصمة ازيد طبعا، بس المعيشة كمتوسط حلوة جدا وما فيش حاجة غالية، يعني كل حاجة متوفرة الحمد لله. هنا العرب مثلا اللحوم والحاجات دي قليلة، بس كله تمام يعني كله ماشي. بالنسبة للتكاليف، بالنسبة للمعيشة في سكن طلابي تقريبا راح يكلفك مع المصاريف اليومية تقريبا شهريا 250 إلى 300، أما في إذا سكنت في شقة تقريبا على حسب 300-350 إلى 500. كم المعيشة تقريبا للطالب في سواء السكن الجامعي أو خارج السكن الجامعي مثلا بشقة، المتوسط اللي أنت شايف؟ يعني في ناس مثل ما سمعت أنت، في ناس يقول لك 200، في ناس 150، في 500، أكيد هو بيعتمد على الطالب، بس أنت شو وجهة نظرك؟ والله بالأول والأخير صراحة يعتمد على يعني الطالب، يعني في من طالب لطالب يختلف صراحة، بس هي المتوسط يعني زي ما قال ذكر أخونا يعني السابق من 250 دولار صراحة إلى 300، يعني هذه المعيشة يعني تعيش كأن بارتياح يعني صراحة، إن عندك أغراضك اليومية تأكل ما شاء الله من مطاعم وتأكل ما تحرم حالك، هذه بدون حرمان، من 250 إلى 300 ممكن توفر يعني صراحة، توصل ل 200 توصل ل 180 في الشهر، توفر يعني على قدر استطاعتك يعني تطبخ في البيت، وهنا المنتجات رخيصة يعني الرز والزيت وهذه الأشياء تقدر تشتري تطبخ في البيت يكون أرخص يعني صراحة. خارج السكن صراحة الشقق برضو مو هي غالية يعني، يعني ممكن تأجر لك شقة بشهر ب 120 دولار ما إلى 150 شقة تكون محترمة يعني، فتصير المعيشة من 350 ل 450 في الشهر ومعقولة صراحة يعني. طيب ناخذ يعني زي متوسط كده تقريبا 300 دولار حاجة زي، يعني بين الواحد اللي هو لا يكون مقصر قوي ولا هكون مترفه قوي، اللي هو متوسط 300-250 دولار، دي طبعا بتبقى شاملة كل المتكلفات اللي الطالب الواحد المفترض يعيش فيها. طبعا هنا إذا بتاخد لك سكن أو السكن الجامعي كل حاجة هناك مريحة يعني. شو رأيك بالمعيشة هنا للطالب؟ هل المعيشة غالية ولا رخيصة ولا شو بشكل عام؟ أنت شو رأيك أنت كشخص أو كطالب لك سنة هنا، هل أنت شايف بيلاروسيا غالية ولا رخيصة؟ بيلاروسيا صراحة دولة رخيصة بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى، بس المصروف يعتمد على الشخص نفسه على حسب توفيرك وعلى حسب مصروفك أنت. ممتاز. شو بتنصح الطلاب اللي بدهم يجوا على بيلاروسيا؟ هل بتنصحهم إنه يجوا ولا ما يجوا، ولا شو رأيك أنت بشكل عام بالموضوع؟ صراحة اللي يقدر يجي وتجي الفرصة إنه يجي بيلاروسيا لا يضيع ذي الفرصة. شكرا جزيلا، هذا كان رأي محمد السوري، تحياتي لك. هل تنصح الطلاب يجوا على بيلاروسيا ولا لا من وجهة نظرك الشخصية؟ بيلاروسيا دولة جميلة جدا، هادئة وناس طيبين محترمين جدا، يعني ما في عنصرية، ما في شيء اسمه عنصرية هنا بهذه البلدة، وأمان أكثر شيء هنا، يعني الطلاب يحبوا إنه أمان وأمن، يعني ما أحد يضايقك، أنت ملتزم بالقوانين ما أحد يقول لك أي شيء، والدليل إحنا واقفين في نص المدينة. طيب
تنصح الطلاب يجوا؟ طيب بيلاروسيا طبعا من الدول الاكثر امانا احسن من روسيا. انصحكم صراحه تيجوا يعني هنا. يعني شوف لو خليت اي حاجه يعني شوف ناس هنا سايبين حاجات يعني برضو موجوده يعني ما فيش ما عليهاش خوف يعني انه هنا ايه امان يعني ما تخافش يعني حتى لو سبت شنطه ولا حاجه ولا حتى اذا فلوس وقعت منك تقدر تبلغ عليها في الشرطه وتلقاها. يعني السؤال المهم هنا بقى اهم سؤال، ايه رايك في الدكتور محمد والجاليه المصريه في روسيا في بيلاروس؟ نشكر صراحه الدكتور محمد هو المؤمن علينا في الجاليه المصريه، ونشكر برضه السيد محمد عبد الهادي على فكره انت تخش جهنم بالكذب. استغفر الله العظيم. كمل كمل. نشكره الصراحة لأنه مهتم فينا جدا جدا جدا. مستنيينكم في بيلاروسيا، وده أول مطبلاته هياخد معانا آيفون بإذن الله. حبيب الله. شوف والله بدون أي مبالغة يعني بدون أي مجاملة، أنت إنسان متواضع أول شيء، إنسان طيب، متعاون دائما، بأي وقت أتصلك برغم أنك أنت ما جبتني إلى بيلاروسيا، بيني أنا وأنت معرفة بس من هنا، بس إنسان متعاون، وهذا الشيء اللي شفته منك يعني ما قصرت مع اي احد هنا يحتاج منك اي مساعده ويكلمك باي وقت. هل تنصح الطلاب يجوا على بيلاروسيا؟ والله نصيحه من اخ الى اخ كجميع الاخوان، اي واحد يرغب بالدراسه في الطب خاصه، بيلاروسيا دوله جميله جدا والمعيشه فيها رخيصه جدا والناس طيبين جدا. اقسم بالله رجوله وجدعانه وكل حاجه، تحس انه مصري فعلا. ربنا يخليك لينا ووفقك معنا 7 سنين عشان احنا مغلبينك انا عارف، بس يلا ربنا معانا. هذه كانت اراء الشباب العرب الموجودين حاليا في بيلاروسيا والطلاب العرب. اللي عنده سؤال او اي استفسار حاب نسأله للعرب او نحكي بشكل عام عن بيلاروسيا في الموضوع اللي بدكم اياها عن بيلاروسيا، لا تنسوا الكتابة اما في التعليقات اسفل هذا الفيديو او على رقم الواتساب الظاهر عندكم على هذه الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.